بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. في الحقيقة الأب هو محور الأسرة، يعني الأسرة دائما بتدور حول الأب والأم. فالأب هو مؤسسة تربوية تتحرك بداخل البيت، يراها الأبناء فيقتدون بالأب ويقتدون كذلك أيضا بالأم. صحيح. لكن الأب نظرا لما أنه يهتم بشؤون الأسرة من الخارج أكثر من الداخل، فالأب أيضا يكتسب خبرات كبيرة جدا من خارج البيت وينقلها إلى أهل البيت فيحافظ على هذه الأسرة. الأب دائما مصدر من مصادر اللجوء إليه في البيت، الأولاد دائما حينما يلجؤون إلى الآباء، إنما يلجؤون إلى الآباء حينما يشعرون بشيء من الضعف فيلجؤون إلى الأب. أما إذا أرادوا أن يلجأوا إلى شيء من الحنان فيلجأون دائما إلى الأم. فالأب دائما هو مصدر القوة في البيت، ودائما حوله يلتف الأبناء كما يلتفون حول الأم بمحبتهم الشديدة لهذين العنصرين في البيت. فلذلك الأب يمكن أن ينقل لنا كل مشاعر الحب والمودة والرحمة بين الأبناء من خلال تصرفاته مع زوجته، من خلال التعامل الراقي مع أبنائه وبناته، من خلال الاستماع إلى مشكلاتهم، إلى تفقد أحوالهم، إلى مذاكرتهم، إلى الخروج معهم في فسحة في يوم من الأيام في كل أسبوع أو كل 15 يوم أو كل شهر بحسب الظروف المتاحة للأب وللأسرة. الأب قدوة كبيرة جدا في بناء الأسرة والمجتمع. صحيح. يعني إحنا لما نلاقي أب صالح، أيوة، يقلل من حجم الجريمة ويبني مجتمع متحضر. ليه؟ لأنه هو بيبقى قدوة لأولاده وبيحافظ عليهم، فبيقلل من مساحة أن الأبناء يتأثروا بالواقع الخارجي السيء الموجود إذا وجدوا صورة سيئة. صحيح. دكتور أيمن، يعني بيحاول ينقل الصورة الحسنة والإيجابية للأسرة من خلال أن الأولاد يلتفوا حواليه ويشعروا بالرحمة. صحيح. والتوجيه بصلة الرحم والتراحم والمودة واحترام العائلة. صحيح. والأقارب والجيران. كل هذا الأب له دور كبير. جميل. في الأسرة. دكتور أيمن، برضو يعني تعالى نقف كده عند كلمة أو مصطلح الأب الصالح. تقريبا كده نقول، بس عشان برضو نوضح ونأكد على ده، الأب الصالح بيبدأ من الاختيار الصح للأم الصالحة. صحيح، لأن ده الاتنين برضو دورهم مهم جدا في البيت. أنا بختار أم الأولادي، فدي برضو من نقول من بدايات كده يعني. وفي الحقيقة طبعا الاختيار ده هو أساس بناء الأسرة، يعني أول ما يختار الإنسان هذه الزوجة التي ستكون له سندا في هذه الحياة وتكون شريكة له في بناء هذه الأسرة، فالإنسان بيختار شريك. لو الإنسان بيحاول أن هو يكسب الحياة الاجتماعية وتكون الحياة الاجتماعية حياة طيبة وهانئة، فإنه لابد أن يكون هذا مع شريك يتميز بهذه الصفات أو يساعده من خلال هذه الصفات الطيبة. فلابد أولا من اختيار الزوجة الصالحة، الزوجة. صح. الصالحة اللي هي تربت على الأداب والأخلاق والمسن العليا، والتي تستطيع أن تواجه الحياة بكل ظروفها مع زوجها، تكون سندا له كما يكون هو أيضا سند لهذه الزوجة. فلابد أن تبادله الحب بالحب، وأن تبادله الرحمة بالرحمة. صحيح. وكذلك غرس السلوكيات والأخلاقيات في الأبناء. صحيح. كل شيء مهم جدا. بالزبط. لابد أن الإنسان يكون مراعيه في الزوجة التي يختارها حتى تتم إن شاء الله عملية بناء أسرة وتخليج أسرة مجتمع صالحة يا رب طيب. إن شاء الله. صحيح. يكون هذا من خلال الاختيار الطيب، وأيضا من خلال السلوكيات والقدوة. الأب حينما يكون قدوة أمام البيت فالأولاد سيقتدون به في كل هذه الأمور. صحيح. ونخرج مجتمع طيب ومجتمع نافع لبلده ولدينه ولوطنه، فده هو الصفات الطيبة اللي احنا بنحتاجها من. صحيح. الأب هذه الصفات الطيبة التي تجعلنا مجتمعا بفضل الله يا رب. اللهم آمين. صحيح. طيب دكتور أيمن، دايما يعني بنشوف ايه صورة الأب كده بالنسبة للولاد، تلاقي في ولاد بتعتبر ان هو الاي تي ام بتاعهم، البنك بتاعهم، يعني انا بابايا موجود عشان هو بيوفر لي دايما احتياجاتي. بس الحقيقة ان لكل واحد منهم حقوق، يعني انا عايز اعرف برضو من حضرتك، لا حق الأب على ولاده فلوس بس يعني، ولا في طبعا حاجات كتيرة؟ وبرضو حق الولاد على والدهم ايه؟ والله هو الآباء أولا هم الذين ينشئون الأولاد، أولا هو يهتم بالبيت، مسؤولية البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الأب يرعى الأولاد، يحافظ عليهم اجتماعيا واقتصاديا، وأيضا يشعرهم بالحنان والمودة والرحمة،
دي كلها حقوق للأبناء على الأب، لكن الأب أيضا له حقوق على الأولاد، أولها البر. والأب ليس كما حضرتك تفضلتي هو مثلا وسيلة الصرف المالي أو الجهة المالية فقط، لكن الأب لابد أن يكون دوره أكبر من ذلك. صحيح. الأب لما يكون قدوة ومثلا يبين لأولاده خطورة الكذب فالأولاد يبتعدوا عن الكذب، وأهمية فضيلة الصدق والأولاد يتعلموا فضيلة الصدق، إن الأب يعلمهم إزاي يكون بارا بآبائه وأمهاته ويكون بارا بأقاربه. الإنسان لما يكون يتعامل مع الجيران قدامهم ويتعامل كل هذه الصفات من طرد الأولاد بيتعلموا من الأب هذه الصفات. الأب إزاي بيتعامل مع الزوجة تعامل راقي، إزاي بيتكلم، إزاي بيأكل، إزاي بيشرب، كل ده المفترض أن الأولاد بيقلدوا ويجعلوا الأب أمامهم قدوة صالحة في هذا الباب. فإذا فعلا قدرنا أن احنا نفعل دور الأب أكثر من ده مهما كانت الضغوط المادية والاجتماعية، أن الإنسان برضو يحاول أن هو يعطي مساحة كبيرة جدا لأولاده في حياته، لأن الاستثمار الحقيقي ليس أن أنت تسيب لهم شقة أو قطعة أرض أو رصيد في البنك، الاستثمار الحقيقي في أولادك، أن أنت تستثمر في أخلاقهم وطباعهم تربيتهم ودينهم وتعليمهم، أن أنت تخلي أولادك يدعو لك من بعدك. صحيح. إن النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا عن حديث نختم به الكلام المداخلة مع حضرتك، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في بعض الناس يقال له إن الله سبحانه وتعالى قد رفعك درجة، فيقول بماذا يا ربي؟ فيقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. يعني الولد لما بيستغفر لوالده، طب يستغفر لوالده إزاي إذا كان الولد ده لم يتربى تربية تجعله يتذكر والده أصلا بالذكر والدعاء وكذا؟ يبقى إذا أنت اللي بتدرس أولادك الحاجة اللي ممكن تنفعك بعد مماتك من خلال ان انت بتربي اولادك على طاعه ربنا. صح. على الاخلاق الفاضله، على الصفات الجميله والطيبه، بحيث ان هم يفتكروك في حياتهم بالبر، وبعد انتقال الانسان يتذكروه بان هم يستغفرون له ويدعوا له يعملوا اي عمل صالح من اجل هذا الوالد وبرا به. صحيح. دكتور ايمن، دايما كل ما بنيجي نتكلم في حلقاتنا بنقول لازم واجب الاولاد تجاه ابائهم ان هم يكونوا برين بيهم ولازم ياخدوا بالهم منهم وحاجات كتيره من هذا القبيل، بس دايما يجي لنا بقى سؤال، طب يقول لك الاب والام اللي هم عاقين باولادهم، هو فعلا في اب عاق؟ يعني انا عايزه حضرتك برضو تشرح لي ده وتقول لي برضو يعني ايه المفروض نعمل ايه معاه. والله الحقيقه الاب اللي هو بيتميز او يعني بيتميز بالبر الاولاد بيعاملوا بالبر، لكن الاب العاق ده للاسف الشديد بيلاقي صدود كبير جدا وجحود من الاولاد، لان هم يعني لن يغرس فيهم الحنان الكافي. لان ازاي انت هتطلب من انسان انه او كوب ان انت ملأته بالحقد ان يعطيك شيئا من الحنان، او الكوب اذا ملأته بالخير سيعطيك الخير، إن ملأته بالشر فاول من سيبني الشر هو هذا الانسان. لذلك الانسان اللي هو للاسف الشديد بيتعامل مع اولاده بقسوه شديده، بيتعامل مع زوجته بقسوه شديده. صحيح. الاسره شايفاه دايما عصبي جدا، بيتعامل بسوء، يعني مقصر في الصرف المادي والقيام بالشان المالي على الاولاد، الاولاد في الحقيقه مش هيطلعوا مرتبطين به الارتباط الكامل. لكن الانسان في الوقت ده احنا بننصح الاولاد ان هم يحرصوا على البر قدر الطاقه، ان هم ما يؤذوش الوالد او الوالده باي طريقه من الطرق حتى ولو حصل تقصير من هذا الجانب، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم مكانه. صحيح. واكيد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيعوضهم خير في اولادهم بعد كده في المجتمع ان شاء الله، وهيرزقهم برضه ثواب واجر على الصبر على هذا الاب الذي يعني قصر في حقه. صحيح. صحيح. جزاؤه بيكون ايه عند ربنا يا دكتور؟ الام البنت تضرب امها عشان قصرت في حقها؟ طبعا ده ما ينفعش، لان ده سلوك مرفوض تماما. طبعا. ترفضه الاسلام وترفضه الاخلاق الفاضله. صحيح. لكن جزاء بقى الاب العاق عند ربنا سبحانه وتعالى طبعا تقصيره، انه هذا الانسان اللي مقصر حق ربنا هو قصر وظلم اولاده، ياتي يوم القيامه فيعاقب على هذا يعني الامر الذي قصر فيه من هذه الحقوق التي استوجبها الاولاد وهو قصر فيها ولم يعطها لاولاده ولا لزوجه. صحيح. صحيح. لان في كتير جدا ابات تقول لك انا، يقول لك انا اب انا حر اعمل في ولادي اللي انا عايزه، انا شايف مصلحتهم، انا شايف ان ده الطريقه الصح. قبل ان تكون تشريفا. هي تكليف قبل. صحيح. ان تكون تشريف. صحيح. دكتور ايمن الحجار، انا بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معنا. دكتور ايمن الحجار الباحث بالامانه العامه لهيئه كبار العلماء، بشكر حضرتك على مداخلتك معنا.